شبكة بصائر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع اليوم إلى استئناف درس النحو بعد انقطاع أسبوعين أو ثلاثة، المعذرة. موضوعنا اليوم هو قول ابن مالك رحمه الله: وأصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، وألحقت بإن، لكن، وأن من دون، ليت، ولعل، وكان. قوله رحمه الله: وأصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل، يقصد أن اتصال ما بذي الحروف، وهي إن وأخواتها، هي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، هذه الحروف تتصل بأكثرها ما فتبطل عملها. وأصل ذلك أنه يزول اختصاصها بالأسماء، والأصل أن الحرف إذا اختص بالاسم عمل فيه، وإذا اختص بالفعل عمل فيه، أما إذا كان مشتركا بين الأسماء والأفعال فإنه لا يعمل. وهذه الحروف إذا اتصلت بها ما زال اختصاصها، إلا ليت فلا يجوز اختصاص فلا يزول اختصاصها بالأسماء، فتبقى خاصة بها، ولكن مع ذلك إذا دخلت عليها قد تعمل وقد لا تعمل. قال: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها. فمثال ذلك نقول: إنما زيد قائم، أو إنما يقوم زيد، فحينئذ لا تعمل، ويكون ما بعدها جملة مستقلة. فإنما زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبره، وإنما قام زيد، قام في الماضي وزيد فاعله، فلم تبق مختصة بالأسماء. وكذلك بقية الحروف، ف باستثناء ليت، فلا يدخل، لا يزول اختصاصها بدخول هذه، بدخول ما عليها. فلذلك يمكن أن تعمل، ولعله هي التي قصد بقوله: وقد يبقى العمل. فمن ذلك قول الشاعر: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقد، لا ليت ما هذا الحمام، فعملت مع دخول ما ليت ما، وبخلاف بقية الأحرف. وأيضا مما دل على عدم، على عدم اختصاص هذه الأحرف، ممكن مثلا ننشد فيها قول الشاعر: ولكنما، ولو أنما أسعى، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولو أنما أسعى. فدخلت لو أن على، لما دخلت عليها ما دخلت على الفعل. وكذلك لكن في قوله: ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فرول قيس هنا أدخلها على، أدخل ما على أن وعلى لكن، فزال اختصاصها بالأسماء، وحينئذ لا تعمل. وهذه مسألة واضحة، وهي أن ما إذا اتصلت بهذه الأدوات لا تعمل، إلا ليت فقد تعمل، أو يجوز فيها الإعمال وعدمه، وإنما جاز الإعمال لعدم زوال الاختصاص بالأسماء. وبعضهم يورد عمل هذه، يورده هو، لكن هذا يبقى، يورد عمل بعضها، لكنه يبقى شاذا لا يقاس عليه. ثم قال رحمه الله: جائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل.
يقول يجوز رفع المعطوف على منصوب إن، ولكن بشرط أن تستكمل خبرها، أي بشرط أن يكون الاسم المعطوف على على اسمها جاء بعد استكمال خبرها، فنحو إن زيدا قائم وعمرا، فعمرا يجوز رفعه ويجوز نصبه، فنقول وعمرا على أن هو معطوف على اسم إن وبقي عملها فيه، ونقول وعمر على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقدير وعمر كذلك، وهذا بعد أن تستكمل خبرها. أما لو عطف قبل أن تستكمل فلا يجوز إلا الرفع، عفوا فلا يجوز إلا النصب، تقول إن زيدا وعمرا قائمان، إن زيدا وعمرا قائمان، فلا يجوز حينئذ إلا الرفع، وهذا هو القول المشهور المعروف. وأورد بعضهم جواز النصب، جواز الرفع مع تقدم المعطوف على الخبر، ويستشهد بعضهم بقول الشاعر فمن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، فعطف وقيار على الياء وجاء به مرفوعا، ويجعل منه قول الشاعر أيضا خليلي هل طب فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفاني، إني وأنتما، فجاء بضميري ضميري الرفع منفصل. ولذلك بعضهم يجعل منه قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى في سورة المائدة، والصابئون أنها عطفت قبل الاستكمال وجاز رفعها، قال ورفع جائز رفعك معطوفا على منصوب إن، واشترط له هذا الشرط فقال بعد أن تستكمل، قلنا بعضهم وهو قليل لم يشترط هذا الشرط، ولكن المشهور المعروف عند النحاة هو اشتراط هذا الشرط، وأن يكون المعطوف بعد خبر هذه الأداة هي إن. ثم قال رحمه الله وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، يقول كذلك مثل هذا الحكم الذي ثبت لي المعطوف على خبري على اسم إن مثله المعطوف على اسم لكن وكذلك أن، بخلاف المعطوف على اسم ليت ولعل وكأن، فهذه الثلاث إذا عطف عليها لا بد من نصب المعطوف سواء تقدم على الخبر أو تأخر عنه. مثال ما شبهت فيه لكن وأن مع إن قولنا علمت أن زيدا قائم وعمر، فيجوز أن نقول وعمرا ويجوز أن نقول وعمر، هذا إذا تأخر عن الخبر، أما إذا تقدم فنقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان فإذا تقدم قولا واحدا، وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا، أو تقول وخالد، فيجوز الأمران. ولا يصح هذا في المعطوف على اسم ليت ولعل وكأن، بل يجب النصب قولا واحدا، فتقول ليت زيدا قائم وعمرا، وكما تقول ذلك في خبري في المعطوف على اسم لعل وكأن بدون خلاف. وبهذا نكمل درسنا اليوم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.